مع بدء تباشير صباح جديد تنفس هؤلاء الأسرى نسيم الحرية. حياة جديدة تكتب لأسرى الجيش والمقاومة بعد صفقة تبادل تمت بين الشرعية والميليشيا، أكدوا فيها استمرار نضالهم ضد الانقلاب حتى استعادة الدولة. الوطن يعني احنا معنا عندنا برنامج يمشي عليه، دستور قانون يمشي عليه. الصفقة بحسب مصادر عسكرية شملت الإفراج عن 54 من أفراد الجيش الوطني والمقاومة من جبهتي الجوف ومأرب، مقابل الإفراج عن 54 آخرين من مسلحي الميليشيا. تم التنسيق وتمت الموافقة على الصفقة التي عددها 54 فرد. سنبقى في هذا المجال بإذن الله تعالى وفي هذا العمل حتى إخراج كل المعتقلين والأسرى في سجون الإنقلابيين. صفقة التبادل تمت في منطقة قانية جنوب غرب مأرب بتنسيق من منسقية الأسرى والمختطفين وبجهود حثيثة من سلطات الشرعية. تعد هذه الصفقة بحسب مصادر إعلامية أكبر عملية تبادل من نوعها في هذا العام، سبقتها عملية تبادل جرت في تعز قبل عدة أسابيع. وتثير هذه الصفقة تساؤلات عن الأسرى والمختطفين لدى ميليشيا الحوثي والذين لا يعرف حتى الآن عددهم ولا حتى مصيرهم.